هذا الفوز هذا عطانا واحد الثقة لجميع اللاعبين، رغم المشاكل اللي دزنا منها هذا الشهر هذا، يعني ما كاينش استقرار المدرب، يعني كل شيء عارف المشاكل اللي مرينا منها. الحمد لله يعني غنرجعوا في النتائج إيجابية والأداء يكون أحسن إن شاء الله. يعني اليوم ما كناش في الفورمة ديالنا، ولكن عرفنا كيفاش نتعصروا وتشالش أهداف ما سهلاش. فريق الفتح الرباطي فريق كبير وكيعرف يلعب كرة حديثة، وشفتي الدراري اللي عندهم دراري صغار يعني كيعرفوا يلعبوا الكرة، عرفنا كيفاش نجيروا المقابلة وربحنا فيها. طبيعة الحال يعني أي مدرب كيطلب منك هذاك الشيء اللي كيبغي، يعني كيكون مثلا كيكون البنزرتي كيطلب منك شي حوايج اللي كتكون مرتاح في التيران، كيجي شي مدرب كيطلب منك حوايج اخرين، يعني خصك تمشي على حساب المدرب شنو كيبغي، يعني ما يمكنش دير شي لاعب ديال مدرب اخر، فهمتي. كنتمنى ان شاء الله باش الجماهير تفهم هادشي، وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا في التيران ان شاء الله.